شيء، بس الغلاء اللي حاصل يعني، بس مو أكتر. أما البلد منيحة الحمد لله يعني، وما شفنا ما تعرضنا لأي شيء يعني، بس موضوع الغلاء لا، بس بالوقت الإقامة وقت عم نعمل الإقامات بس نتعذب فيها، بس مو أكتر. لا منيح الحمد لله، ما في أي شيء يعني، وضعنا منيح، بس موضوع الإقامات بس المشاكل إنه اللي بيان إنه بنتأخر فيها، بيطلبوا منك يعني استطلاع أمني. هلا شغلة جديدة مسمينه مشان نسجل الولد بالمدرسة، بقول لك جيب له استطلاع أمني، بدك تروح أول مدرسة والثانية، ترد على مديرية التعليم وترد يعني، بس هيك مو أكثر. لا الحمد لله شعب طيب كثير، وأخوة طبعا يعني الحمد لله كثير شعب كويس. موضوع الإقامات إنه مصر مسكرة، يعني سوريا ومصر وحدة عربية ومسكرة زايدي، يعني أنا سوري إرهابي عشان أخش هنا، الأجنبي ينفع يخش مصر وأنا السوري ما ينفعش، يعني أنا 4 سنين هنا عايش لوحدي، هالي في سوريا لو عايز أجيبهم مش بقدر، مقفولة مصر. هل لو عايز أنزل أشوفهم أرجع مش بيدخلوني. إقامات ما فيش، بس لحتى يكون عندك أولاد في المدرسة. أما أنت لو لوحدك هنا مش بيدخلوك ولا حتى بيدوك إقامة. إنه ما يفتحوا مصر، يعني هم سوريا ومصر وحدة عربية أصلا، كلنا أخوات، يعني عشان يجوا أهلي أنا أنزل سوريا نرجع زي زمان، مش إنه مش بيدخلوا سوريين. يعني مصر مقفولة مش بيدخلوا أي حد، ممنوع. ليه؟ والسوري إيه؟ سوري أخوكم، وإحنا بمصر كنا من زمان وحدة عربية، كلنا أخوات. لا هلا هو أوقات بتجي يعني الشرطة عشان اللي مش معاه إقامة بيرحلوا أوقات، أو مثلا بيصححوا له أوضاعه أن هو يعمل إقامة. لا المصري يعني المصريين طيبين قوي، زيهم زي السوريين، كلنا زي بعض يعني، زينا زي السوريين. هي كده يعني مشكلة الإقامة، الأوراق يعني، بس كده يعني. في مصر هنا حلوة يعني، حتى الشعب طيب، هلا مصر هي تقريبا أحسن من لبنان، أحسن من الأردن. لا هو ما فيش مشاكل عندنا هنا يعني، قاعدين هنا مصر كمثل بلدنا التانية يعني، قاعدين والحمد لله يعني، أخواتنا المصريين ومسهليننا شغلنا، ما فيش مشاكل. بس في مشكلة واحدة، إنه أخواتنا اللي في سوريا مش عارفين نجيبهم هنا. بس الإقامة، بص أنا بدرس، أنا طالب باخذ إقامة سنوية، ما فيش مشكلة، كل سنة حتى تواجهني مرة واحدة في السنة يعني، ما فيش مشكلة عليها إنه بالناحية لي. في غيري بياخد إقامة بتصعب عليه 3 شهور ب6 شهور سياحية، أما أنا ما فيش مشكلة بالإقامة معي. عنصرية شديدة يعني في أردن، لبنان، تركيا، في عنصرية من خام معينة من الشعب. هذا الشيء هو الشعب المصري مو موجود الحمد لله، يعني الشعب كله بيجي متواضع يعني بيحب الغريب أكثر ما يحب الشعب نفسه يعني. كويسة الدنيا، ما فيش حاجة، نحن ما فيش حاجة، مبسوطين يعني، نشتغل الحمد لله، ما فيش حاجة. انت واد، بس العقبات هي بتنغص عليك يعني، تكون طالع ما بتسترجي تطلع برا بلطجة كثير، المشاكل كثيرة يعني. الشباب كثير من الناس، الشباب السوريين إقامة تبعهم عم تعذب يعني، ما في إقامة مثلاً. نحن كشعب هنا لاجئين المفروض تكون لنا معاملة خاصة، إنه يعطونا هالإقامة، ما بدنا شيء. نحن قاعدين بأدبنا وشرفنا، وجينا يعني بتعبنا بفلوسنا، جينا عملنا محلات واشتغلنا وقمنا وحطينا وضع معايا الإقامة. إحنا الحكومة بتدي للسوري إقامة سنة على عياله، كل سنة بجدد إقامة سنة أنا وعيالي، نقدر نروح ونيجي خلال 6 شهور يعني، لازم نكون موجودين بوانية البلد. أنا مصنع حلويات داوود في المنطقة الصناعية الثالثة في أكتوبر، عاوز حتى حاطط إعلان على الفيس، حاطط عاوز أشتغل، عاوز عمالة. كان في خبرة ولا بدون؟ اللي بدون حعلمهم يعني، هم اللي بخبرة قليلين، واللي بدون خبرة مش عاوزين يتعلم. لما عاوز يتعلم بقى أول ما يصير معاه شيء عاوز يصير. عشان مش متعود على التعلم.